I don't know. They give me my demission. They say, Ricardo, we don't need more your job. And that time the team in the third position. I prepared John and the club win around $1,500,000. And I'm in more than 1 month here to wait. Until now, nobody tell me about my rescission to pay my money. And I feel this is not a good treatment for me to give a lot for Ismailia. I come for a small salary. I try to do everything about the club. And I don't see in this moment the administration respect my name, respect the coach to love this. This the communication after the match against Masari. Mr. Machi told to me, Mr. Ricardo, the president and the committee decide for your demission, not to work more with us. And I hope so in few days pay you and do. But until now, I'm waiting. The match against Masari is 5 February. Yeah. Now we are complete 1 month here for me to wait. And I hope so the administration decide or finish this problem, because only talking about some points, but never finished. دي كانت تصريحات لمستر ريكاردو امبارح. زي ما قلت له كان واقف بعربيته كده قدام استاد اسماعيليه وعايز اي حد من المسؤولين في النادي الاسماعيلي يكلموه. الراجل بيقول ان هم وعدوني ان هم يخلصوا المشكله الماليه ويصرفوا مستحقاتي. بيقول انا بقالي مخلص مهمتي يوم 5 فبراير اللي هي كانت مباراه الاسماعيلي والمصري، وبعد المباراه الاداره بلغوه ان هو مهمته انتهت خلاص، وهو اتفق معاهم ان هو ياخد المستحقات بتاعته. بيقول هو بقاله شهر قاعد في اسماعيليه ما بيعملش حاجه بس مستني المستحقات بتاعته، ان الاداره بلغته بعد ماتش المصري ان هو خلاص مش هيكمل مع النادي الاسماعيلي. كمان بيقول ان المعامله معايا وحشه جدا والناس بتتعامل معايا المسؤولين بشكل وحش، وانا عملت النادي الاسماعيلي كتير وسبت عقود خارجيه وجيت النادي الاسماعيلي، فمش عارف هما بيعاملوني كده ليه. وبيقول كمان انا مستني اهو يعني مستحقاتي وبقالي شهر قاعد مستني المستحقات، وبيقول اتمنى ان الاداره تخلص مشكلتي في الوقت القريب عشان انا يعني قاعد ما بعملش حاجه بس هما بيتكلموا بس وما بيخلصوش حاجه. دي تصريحات مش تصريحات يعني، تصريحات ريكاردو المدير الفني للنادي الاسماعيلي. بيقول هو اللي ساب الفرقه في المركز الثالث في بطوله الدوري الممتاز، ومش عارف ليه تم اقالته من تدريب الفريق. هو بيقول ما عنديش مشكله بس لازم الناس تدفع لي مستحقاتي. النادي المصري